عالم المعلومات، طريق المعرفة. أفعى الرباط هي أفعى بتتميز بألوان زاهية خلتها تدخل قائمة أجمل الزواحف. بمجرد ما تظهر أسنانها الحادة تتأكد إنك قدام تعبان متوحش ما يقلش عن أشهر التعابين السامة، بس الحقيقة عكس كده تماماً، وهنوضحها في حلقة النهاردة، فتابعونا علشان تعرفوا أفعى الرباط صاحبة الأسنان الحادة. تعتبر أفعى الرباط أو الغرتر واحدة من أكثر الأفاعي انتشاراً في أمريكا الشمالية، فهي معروفة من كندا حتى ولاية فلوريدا. وبالرغم من إنها تعتبر من الأفاعي السامة، إلا إنها بتتعامل معاملة الحيوانات الأليف. بتسكن أفعى الرباط أماكن واسعة من الأماكن، فبتتواجد في الغابات والمروج والأماكن العشبية، كمان بتحب تتواجد جنب المية، وهي عامة منتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من المحيط الأطلنطي للمحيط الهادي وحتى جنوب كندا. بتظهر بألوان كتير على حسب نوعها، بس معظمها عنده 3 خطوط بالطول، واحدة في وسط ظهرها، واحدة على كل جانب من جوانب الجسم. وفي معظم الأنواع بتكون الخطوط إما صفرة أو خضرة، بس ده بيختلف كمان على حسب الأنواع والمنطقة. في أنواع ليها بقع معقدة ومتشابكة الخطوط مع بعضها، وده بيخلي شكلها يظهر كأنها بتتقلب. تعتبر الرباط أفعى صغيرة نسبية، فطولها عادة ما بين 58 ل 76 سنتيمتر، وفي أنواع قليلة جدا بيوصل طولها ل 1.5 متر، وهي من ضمن التعابين اللي عندهم 2 من الألسنة واللي بتكون ملونة. بتنشط عادة خلال النهار وبتتحرك بسرعة نسبية، كمان هي أرضية أكتر من تسلقها للأشجار، ده غير إنها بتسبح في المية بشكل ممتاز جدا، وبتمتلك أسنان حادة جدا فبتقدر بيها تشل حركة أي فريسة. لما بتشعر أفعى الرباط بالتهديد بتصدر رائحة سيئة جدا علشان تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة اللي ممكن تهددها. في المناخ البارد بتفضل إنها تدخل في فترة سبات، ففي أول الشتاء بتسافر لمدة 32 كيلو متر وبالتحديد في كندا، وبتبدأ فترة السبات وبتعيش داخل أوكار في مجموعات كبيرة مع مئات الأفاعي اللي ممكن تضم أكتر من 8000 أفعى، والأوكار دي بتكون في شقوق في بطن الأرض علشان السقعة ما توصلش ليها. بتتغذى في الغالب على الأسماك والبرمائيات وديدان الأرض والفيران والثدييات الصغيرة. تصنف معظم أنواع أفعى الرباط على أنها غير ضارة، كمان غير سامة. فعضة أفعى الرباط بتسبب تورم خفيف أو حكة في البشرة، بس ده بالنسبة للإنسان، لكن الحيوانات صغيرة الحجم فسمها بيقضي عليها في فترة قليلة. موسم التزاوج عندها بيكون بعد خروجهم من فترة السبات، وبالتحديد في فصل الربيع. وعملية التزاوج نفسها بتعتمد على الأنثى، فهي اللي بتطلق الهرمونات وهي اللي بتاخد الإشعارات اللي بتخرج عن طريق الغدد وبتجذب الذكور، وبعدها عشرات الذكور بيجوا للأنثى وبيبدأ التنافس عليها. وقتها الذكر بيلجأ لحيلة ماكرة جدا، فبعض الذكور بيطلق نفس الفرمون اللي بتطلقه الأنثى علشان يجذب الذكور للريحة دي وهو يتحرك للأنثى الحقيقية. وبعد التزاوج بتخزن الأنثى الحيوانات المنوية جوه جسمها، وبتقدر تخصب البيض في أي وقت هي عايزاه. أنثى أفعى الرباط بتضع ما بين 20 ل 40 بيضة، وفي أنواع ممكن تضع حوالي 100 بيضة. وتعتبر أنثى أفعى الغرتر أم سيئة إلى حد ما، لأنها بمجرد ما بتضع البيض مش بتهتم بالبيض ولا بحمايته، ولا طبعا بعد ما يفقس مش بتهتم ولا بتعتني بالصغار إطلاقا.